في إسبانيا برشلونة الذي يواصل تعثره محليا وهذه المرة أمام فالنسيا للمباراة الرابعة حسام تواليا. تعادل برشلونة مع مضيف فالنسيا بهدف لمثله في ختام مباراة الجولة الثامنة من الدوري الإسباني. فريق الخفافيش باغت مبكرا دفاعات الكاتالان حيث نجحوا في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثانية، لكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجح في تعديل الكفة في الدقيقة 23 من تسديدة خارج مربع العمليات. وعقب هذه النتيجة رفع برشلونة رصيده ل 15 نقطة في المركز الثاني خلف إشبيلية الذي خطف الصدارة بعد فوزه على سيلتا فيغو بهدفين لواحد، فيما بلغ عدد نقاط فالنسيا 9 نقاط في المركز الرابع عشر.